حسب الشركه بدل ما يكون صدى ايجابي كان فيها صدى عكسي اللي هم النهارده كصوره من صور التضامن مع دكتور عمر عبد الرحمن، ومطالب بالافراج عن الدكتور عمر، ولان افراج عن دكتور عمر والقضيه ما هياش قضيه الدكتور عمر، قضيه هي قضيه انسان مصري بغض النظر عن اسمه بغض النظر عن دينه، هي انسان مصري بيحاكم وبيسجن في المحاكم الأمريكية والسجون الأمريكية، وده يتعارض تماما مع كرامة الإنسان المصري. احنا بنطالب بأن دكتور عمر يتم ترحيله إلى مصر ويحاكم أمام المحاكم المصرية، وإحنا راضيين بالقضاء المصري، لكن يبقى موجود عندنا هنا. هتولي أمريكي واحد موجود في السجون المصرية، هتولي أمريكي واحد حوكم أمام محاكم مصرية، كرامة المصري أغلى من كرامة الأمريكي، كرامة الإنسان المصري أغلى من كرامة أي حد آخر بالنسبة لنا كمصريين. كلمة للقوى الوطنية اللي مشتركش النهارده، طبعا أنا بعيب على كل القوى الوطنية التي لم تشارك وكل القوى الثورية التي لم تشارك، يعني أنا مش شايف حد موجود غير شباب من مجلس أمناء الثورة هم اللي موجودين فقط، أما بقية القوى أنا مش شايف حد، وبقول لهم عيب لأن ده إنسان مصري اتفقتم أو اختلفتم معاه في الأيديولوجية، ده إنسان مصري كرمته من كرامتنا كلنا وإهانته إهانة لينا كلنا.